شاهد هذا المقطع وكأنك في نفس المكان. الهواء البارد يحيط بك، الأمطار الغزيرة تملأ المكان، صوت السيل الجارف يملأ النفس خوفا من القادم المجهول. كل هذه التفاصيل من المفترض أن تجعل هذا الماجد يتوقف ويوجه أصحاب السيارات العالقة من بعيد، ولكن ماجد مختلف. ذهب وحيدا بثوب أبيض، باستطاعته حين سقط أن يقنع نفسه المتألمة بأن لا جدوى من المحاولة، ولكن ماجد مختلف. يقوم ويصل إلى هذه العائلة ويعبر بهم إلى الحياة بعد أن شاهدوا الموت في كل الاتجاهات. والآن لا تجهد نفسك في البحث عن جواب لسؤال يقول لك ما هي الشهامة، فإذا سألوك يوما عرف لنا الشهامة، فقط اكتب بكل ثقة الشهامة هي ماجد عبد الله العطوي.